السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل النهاردة مع بعض تورتة الايس كريم، حلوة جدا ومنعشة في الصيف. مكوناتها سهلة وبسيطة وسريعة، يعني اغلب الحاجة هنشتريها على طول من السوبر ماركت، بسكوت اوريو وايس كريم فانيليا. التزيين زي ما تحبي بقى، ممكن تزيني بسكوت اوريو بس، وممكن زي ما انتي شايفه كده انا حابه ازود لها تزيين مختلف، شوكولاته فارماسي وشرايح كيوي وفصوص لولي كده. انتي بتزيني على حسب رغبتك. تعالوا مع بعض نشوف عملناها ازاي. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. المكونات اللي معانا بسكوت اوريو، هنفصل كده الطبقة اللي فيها الكريمة لوحدها والطبقة السادة لوحدها. انا جايبة هنا بالكريمة وبالشوكولاتة، وعندنا ايس كريم جاهز فانيليا، النوع ده معروف في السوبر ماركت حلو جدا. احنا قلنا هنعمل التورتة سريعة، فهنجيب كل حاجة جاهزة وسريعة معانا، فهنجيب الاوريو وهنجيب الايس كريم وهنحضر القارب اللي هنعمل فيه التورتة. وللتزيين بقى شوكولاتة فارماسي او كيوي، وده اختياري، هو الاساس بتاعها الايس كريم والاوريو. يعني لو مش عايزة تزينيها هو كفاية الايس كريم والاوريو. دلوقتي هنبدأ في الطبقة اللي هتبقى اساس للتورتة. هنطحن طبقة بسكوت الأوريو السادة مع معلقتين سمنة أو زبدة بدرجة حرارة الغرفة، يعني سايلين، هنطحنهم في المطحنة يبقوا ناعم جدا، وهنحطهم في القالب اللي هنعمل فيه التورتة. احنا طحنا البسكوت كده بالشكل ده، دي الطبقة الأساسية للتورتة، طحناه ناعم كده، والسمنة سيحتها بسيط جدا، ثواني كده عشان تتخلط كويس مع البسكوت المطحون. ممكن تستعملي زبدة، هي السمنة هتديكي نفس نتيجة الزبدة بالظبط. هنخلطها كده مع بعض كويس كده، اتخلطوا كويس زي ما انتوا شايفين، والبسكوت خد لون لمعة جميل كده. هنبدأ بقى نحطه في الصينية. هنا كده احنا خلصنا اول طبقة وفردناها في القالب بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله جميلة جدا، والسمنة مدية لمعة حلوة قوي للشوكولاتة اللي في البسكوت. الاوريو بقى الطبقة اللي فيها الكريمة والشوكولاتة، هنقسم كل واحدة على اربعة بالشكل ده ونخلطها مع الايس كريم. طبعا احنا بنسيب الايس كريم 10 دقايق في درجة حرارة الغرفة قبل ما بنخلطه مع البسكوت، عشان يبقى سهل كده ان احنا نخلط مع البسكوت. هنا كده احنا خلطنا كل البسكوت بالايس كريم وصبناه كده فوق طبقة البسكوت بالسمنة وسويناه كده، وهندخله الفريزر نص ساعة يجمد، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. ودي شكلها كده بعد ما خلصناها، زينتها بالشكل ده بالشوكولاتة فارماسي وفصوص لولي كده للتزيين برضو وشرايح الكيوي. انتي بتزينيها بقى بالشكل اللي يعجبك، وممكن نزينها برضو بسكوت اوريو مفروم، يعني قبل ما نيجي نضيف له السمن في اول خطوه خالص ممكن تاخدي معلقه ترشيها للتزيين، بس انا حبيت اغير التزيين عشان يعني يدي طعم ونكهه مختلفه تكسر طعم الاوريو. يا رب تكون الوصفه عجبتكم وتجربوها، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.